مساهمة مالية فرنسية قدرها 1,000,000 يورو دعماً لخطة إنقاذ ناقلة النفط صافر. والإمارات تؤكد عبر مستشارها الرئاسي أن بلادها أصبحت أقوى بعد مرور عام من الهجوم الحوثي الإرهابي. وزيارة عمانية للإمارات في خضم جولة المفاوضات الإقليمية لإحياء اتفاق الهدنة الأممية في بلادنا. أهلا بكم. قررت فرنسا تقديم مساهمة مالية قدرها 1,000,000 يورو إلى خطة الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة بخصوص خزان النفط صافر العائم أمام سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، حيث عبرت الخارجية الفرنسية عن مواقعها التزام بلادها بحماية المناخ ودعم فرنسا الثابت لخطة الإنقاذ، في حين دعت فرنسا الحوثيين الذين يسيطرون على الخزان إلى ضرورة التعاون لتجنيب البلاد كارثة بيئية. وبحسب الخطة الأممية فإن عملية الإنقاذ ستجرى على مرحلتين، تشمل الأولى منها نقل أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام المخزون في الناقلة إلى سفينة أخرى، بينما في المرحلة الثانية والتي ستستمر 18 شهراً بحسب الأمم المتحدة ستوفر سفينة بديلة وملائمة كحل دائم لتخزين النفط المتدفق عبر الأنابيب من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب اليمنية. وفي سياق آخر أكد المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش عبر تغريدة نشرها على حسابه في التويتر أن بلاده أصبحت أقوى بعد مرور عام من الهجوم الحوثي الإرهابي على دولة الإمارات، وأنها أشد تصميما على مواصلة التنمية وشامخة بعزيمة قيادتها وشعبها وبقدراتها على حماية مكتسباتها وإنجازاتها ولحمتها الوطنية. وأكد قرقاش بأن الإمارات أكثر جاذبية وحيوية ومركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال، وأن الاقتصاد الإماراتي يتخطى 500,000,000,000,000 دولار، وأنها مركز استقطاب عالمياً للابتكار والاستثمار، وأن الإمارات تلعب دوراً سياسياً وازناً عبر سياستها المتزنة وشبكة علاقاتها الواسعة، وأن رؤية القيادة الإماراتية واضحة وطموحة، وكرست مكانة الإمارات الدولية فهي بلد الأمان والأعمال. إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استقبل الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، حيث أكد سموه على عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط البلدين والذي يحتم الرغبة المشتركة للتعاون في كافة المجالات. وفي خضم برنامج الزيارة العماني أيضا عقد المعولي مع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلسة مباحثات، والتي جرى خلالها التنسيق والتشاور لتوحيد الرؤى والمواقف لمختلف القضايا، ما يؤكد العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في خضم جولة المفاوضات التي تنتهجها الأطراف المرتبطة بالشأن اليمني والداعمة إلى ضرورة إحياء اتفاق الهدنة المنتهية في بلادنا وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية، وهذا ما تقتضيه المرجعيات الحقوقية وكذلك رؤى الأطراف الدولية والإقليمية حول النزاع في بلادنا وضرورة إحلال السلام المستدام بالمنطقة. تحذيرات رئاسية من خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات الحوثية مع مباحثات لضمان حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وجلسة أولى لمجلس الأمن الدولي تضمنتها إحاطة للمبعوث الأممي قدمها من صنعاء بعد لقائه جماعة الحوثي في معقلهم.
نبه رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي نبه الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات الحوثية وتجاهل انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأفكارها العقائدية المتطرفة وارتباطاتها المدمرة بالمشروع الإيراني التخريبي. وذكر الرئيس العليمي خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي السيد غابريل أن تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية ودعم الحكومة هي الطريق الأمثل لجلبها إلى مسار السلام، متطلعاً إلى انتقال الأصدقاء الأوروبيين من إطار الدعم الفني إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية لأكثر استدامة. كما بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك بين بلادنا وجيبوتي لضمان حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. واستعرض اللواء الزبيدي خلال لقاء سفير جمهورية جيبوتي لدى بلادنا ضياء الدين بامخرمة مستجدات الأوضاع في بلادنا، وثمن اللواء الزبيدي مواقف جمهورية جيبوتي إلى جانب بلادنا ومساندة شعبنا خلال استضافتهم وقت اندلاع الحرب. من جانبه جدد سفير جيبوتي موقف بلاده الداعم لقيادة المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة وجهود اتفاق الحرب وإحلال السلام. وفي صدد بحث جهود إحلال السلام، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي بالسفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أبونهايم، ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى تعنت الميليشيات الحوثية وإمعانها في إهدار فرص السلام، متطرقا إلى خيارات الدولة في التعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة. من جانبه جدد السفير البريطاني تأكيد بلاده بمواصلة دعمها للجهود الرئاسية والحكومية من أجل وضع حد للمعاناة، وكذا دعم جهود المجتمع الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب. وفي ظل تلك التحركات عقد مجلس الأمن الدولي أولى جلساته في العام 2023 حول الأوضاع في بلادنا ومساعي تجديد الهدنة وإحلال السلام. استمع خلالها الأعضاء إلى تقرير للمبعوث الأممي هانس قدمه عبر دائرة تلفازية من صنعاء التي وصلها في وقت سابق. المزيد في هذا التقرير. هي الأولى خلال العام 2023 جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في بلادنا ومساعي تجديد الهدنة وإحلال السلام الشامل بمشاركة كافة القوى، هو ما يصبو إليه المبعوث الأممي والذي أكد عليه في إحاطته دون الأخذ بالاعتبار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية. مداخلة مندوب بلادنا لدى مجلس الأمن ركزت على استمرار ميليشيات الحوثي في تعميق حجم المعاناة الإنسانية من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية وخلق اقتصاد موازن من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، علاوة على تحشيداتها العسكرية واستمرار عمليات تهريب الأسلحة وتهديد المنطقة والملاحة الدولية، مصرحا بأن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في بلادنا. تقدر حكومة بلادي الصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر من العام الماضي في البيان الصادر عن هذا المجلس، لكن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها. وعن الجانب السعودي الذي قال أن الميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة لمطامع سياسية وجهوية وتراجعت عن تعهداتها، وأن مجلس الأمن أخفق في اتخاذ موقف بشأن الفظائع والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب، وأن تصنيفها كمنظمة إرهابية بات أمرا ملحا وضروريا. الميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة لأسباب سياسية ومطامع فئوية انتهازية، حيث تراجعت عن التزاماتها في اللحظة الأخيرة وألغت معظم البنود التي تم الاتفاق عليها، وتقدمت بمطالب جديدة منها صرف رواتب بالدولار الأمريكي لأفراد الميليشيات
ورفض تنفيذ تعهدها بإيداع إيرادات ميناء حديدة في البنك المركزي اليمني كي يتم صرفها لكافة اليمنيين، كما أنها لم تقم برفع الحصار عن مدينة تعز المحاصرة منذ الانقلاب. أي تصعيد حوثي على دول الجوار سيقابل برد حازم من التحالف العربي، هذا ما قاله مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، داعيا المجلس لموقف أكثر حزما لثني الحوثيين عن التصعيد وحثهم على التجاوب مع جهود السلام. ونؤكد مجددا بأن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله رد حازم من قبل التحالف العربي. تصريحات أمريكية جاءت من مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن بأن الحوثيين يحرمون الحكومة من مصادر الدخل، وهو ما يؤثر على الاقتصاد ومعيشة الشعب. ومن جهة بريطانيا ركز مندوبها في مجلس الأمن على دعوة الأطراف كافة إلى تحرك عاجل لمنع كارثة ناقلة النفط صافر وتسهيل الإجراءات الدولية من أجل تحقيق ذلك. جلسة مجلس الأمن الدولي لم تلقى أي ردود أفعال إيجابية، ووصفت بأجندات متكررة لا تخدم الواقع المعيشي والإنساني في البلاد، وأنه كان من الواجب الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات حازمة تجاه ممارساتها الإرهابية بحق المواطنين والمنشآت الاقتصادية. وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي والتي قدمها عبر دائرة تلفازية من صنعاء التي وصل إليها في اليوم ذاته، استعرض المبعوث الأممي نتائج محادثاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأكد اجتماعه مع الحوثي والشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط. وأكد المبعوث الأممي أنه لا يمكن معالجة العديد من القضايا المطروحة على الطاولة بشكل فعال في الوقت الحالي، خاصة القضايا المتعلقة بمسائل السيادة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى حوار شامل، لافتا إلى أن البلاد تحتاج إلى اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للمضي قدما من أجل تجنيب العودة إلى النزاع الشامل، حاثا كل الأطراف على الاستفادة القصوى من مساحة الحوار بفصل عدم اتساع نطاق الحرب. وقال المبعوث الأممي أن الوضع العسكري العام ما زال مستقرا، مع الإشارة إلى بعض الأنشطة العسكرية في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وعلى طول منطقة الحدود مع السعودية، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تغييرا محتملا في مسار الصراع، وأن الحوارات الدائرة تمثل فرصة يجب عدم تضييعها. ونوه السيد هانس أن عدم وجود اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للتحرك قدما قد يزيد خطر التصعيد العسكري والعودة إلى صراع شامل. وقبل تقديم إحاطته التقى المبعوث الأممي هانس والفريق المرافق له رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي الإرهابية. وفي اللقاء أكد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبذله من جهود للدفع بعملية السلام في البلاد في موقف متناقض في مضمون شعار الجماعة الحوثية. وذكرت الجماعة المارقة في موقف هزيل استفزازي من خلال تصريحاتها بأنها حريصة على تخفيف معاناة الشعب في الوقت الذي تمارس فيه كل أنواع البطش والإرهاب واستهداف المنشآت الاقتصادية التي ستزيد من تلك المعاناة. نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً
انطلاق أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالعاصمة عدن. وزير الأشغال العامة والطرق عام 2023 سيكون عام الصيانة الروتينية لشبكات الطرق في المحافظات المحررة. والإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت تدشن العام التدريبي 2023 بعرض عسكري واستعراضي. بكم من جديد. انطلقت بالعاصمة عدن أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بمشاركة 800 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام مختلفة وبمشاركة إعلامية دولية واسعة. ويأتي المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين من أجل تشكيل كيان نقابي جنوبي موحد يعزز من دور وتلاحم الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ويدافع عن حقوقهم وتأسيس لنقابة تلبي طموحات منتسبيها وكذا تمكين الجنوبيين من إدارة شؤون مؤسساتهم الإعلامية وخلق التوازن والاستقرار الإعلامي على الساحة الجنوبية والتصدي لكل أشكال العداء ضد الجنوب والتحالف العربي. كما يهدف المؤتمر إلى إنهاء احتكار نقابة الصحفيين والإعلاميين اليمنيين وممارساتها العنصرية بحق أبناء الجنوب. ولتفاصيل أوفى حول هذا الحدث الإعلامي الأول على مستوى محافظات الجنوب ينضم إلينا عبر الهاتف موفدنا إلى المؤتمر الزميل الصحفي علي عمرة مدير غرفة أخبار قناة المكلا. أهلا علي. أهلا فيك محمد. أهلا فيك دهن. علي حدثنا عن الجلسة الأولى التي جرت صباح اليوم لانتخاب اللجان العاملة في المؤتمر. نعم اليوم حضرنا الجلسة أو اليوم الأول من المؤتمر مؤتمر الصحفيين والجنوبيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة عدن. هناك بدأ أولا حفل الافتتاح الذي نظمه أو احتوى على كلمات ومنها كلمة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الأستاذ عيد كثيري وكلمة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالله الحو وأيضا كلمة مصورة عبر البروجيكتور لراعي المؤتمر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي. بعد ذلك بدأت مجريات المؤتمر وكانت الجلسة الأولى وهي انتخاب اللجان العاملة في المؤتمر وهي رئاسة المؤتمر ولجنة الصياغة وأيضا لجنة السكرتيرية ولجنة الرقابة وكذا اختيار الناطق الإعلامي في المؤتمر. اليوم الأول عزيزي محمد احتوى على ثلاث جلسات. الآن الجلسة الثالثة أو الرابعة تعقد في مقار أو في سكن الحاضرين المندوبين كل محافظة يعقد لها اجتماع خاص. علي ما مدى مشاركة الصحفيين الحضارم في قوام النقابة الجديدة؟ نعم عزيزي محمد اختلفت نسب اختيار المندوبين ومقاعد المحافظات الجنوبية. بالنسبة لقائمة الأعضاء في النقابة التحضيرية طبعا اللجنة التحضيرية قالت أنه تم توزيع النسب على المحافظات بحسب الصحفيين والإعلاميين في المحافظة وكذا بحسب الجهات والمرافق الإعلامية والصحفية العاملة في المحافظات. حظيت حضرموت بعدد 28 مقعد وهي تأتي بعد العاصمة عدن التي نالت تقريبا 34 مقعد. تفاوتت
نصب الأخرى في المحافظات الجنوبية الأخرى بين 9 إلى 12 مقعد لكل محافظة. علي، هل من معلومات أخرى لديكم عن الجلسات المتبقية ضمن ورش عمل المؤتمر؟ طبعا عزيزي محمد، حفل افتتاح المؤتمر حضره عدد من الوزراء في حكومة المناصفة، كان هناك حضور من بعض الصحفيين والإعلاميين من برا البلاد، من مصر، الأردن، ومن أمريكا. المناصرين لقضايا الشعوب أتوا ليباركوا للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدشين عرسهم الديمقراطي وتشكيل كيانهم النقابي الجنوبي. غدا بإذن الله تعالى عزيزي محمد ستكون هناك اليوم الثاني من المؤتمر، وستكون هناك عدة جلسات. في الصباح ستكون اجتماع للجنة الصياغة، ثم الجلسة الخامسة وهي تقديم نتائج المناقشات لكل مجموعة التي يجرونها الآن، ثم الجلسة السادسة تتضمن انتخاب الهيئات المركزية للنقابة، المجلس العام والمكاتب التنفيذية وكذا نقيب الصحفيين الجنوبيين، والجلسة السابعة مناقشة مشروع البيان الختامي. وهذه الجلسات ستكون بإذن الله تعالى في صباح يوم غد الأربعاء. شكرا لك، حدثنا من العاصمة عدن الزميل الصحفي علي عمرة، شكرا لك. شكرا جزيلا. وخلال المؤتمر للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، نوه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في كلمة له عبر الاتصال المرئي على الدور الكبير الذي يقع على عاتق القيادة المنتخبة من هذا المؤتمر في التنسيق والتواصل مع الاتحادات النظيرة العربية والدولية بما يحقق استعادة الحضور الصحفي والإعلامي الجنوبي في المؤسسات والكيانات الدولية، مؤكداً الدعم الكامل لكل المناشط والفعاليات والجهود المثمرة الهادفة لبناء مؤسسات الدولة الجنوبية وتطوير أدائها وفي مقدمتها الإعلام. الحاضرون جميعاً، إنكم اليوم أمام لحظة مفصلية في ترتيب البيت الصحفي الجنوبي وتفعيل العمل النقابي بما يحقق إعادة تفعيل وتحريك النشاط في مختلف المؤسسات الإعلامية وفي مقدمة الإعلام الرسمي المعطل رغم ريادته على مستوى المنطقة والوطن العربي. كما تغعل القيادة المنتخبة من هذا المؤتمر مهمة التنسيق والتواصل مع الاتحادات النظيرة العربية والدولية وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بما يحقق استعادة الحضور الصحفي والإعلامي الجنوبي في المؤسسات والكيانات الدولية بالتزامن مع الجهود السياسية لاستعادة المكانة والحضور الجنوبي عربيا ودوليا. بحث لقاء عقد بالعاصمة عدن أوضاع صندوق المعاقين بمحافظة حضرموت وحلول المشكلات التي تعترض سير عمل المراكز والجمعيات التابعة للصندوق والاحتياجات الملحة له. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على أهمية تفعيل نشاط الصندوق لخدمة فئة المعاقين ومتابعة تحصيل الإيرادات لتسهيل عملية دعم برامج ومشاريع الصندوق بما يضمن تقديم خدمات نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة، موجها المدير التنفيذي للصندوق في المركز الرئيس بصرف المخصصات المالية وفقا لاحتياج فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحور حضرموت لتسيير برامجه وأنشطاته لخدمة المعاقين وتشكيل لجنة بالتنسيق مع جهات الاختصاص للنزول إلى المحافظة والنظر في أوعية الموارد الخاصة بالصندوق وكيفية تحصيلها وفقا للقانون وإيداعها في حساب الصندوق المركز الرئيس طرف البنك المركزي. دعا وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي إلى الاهتمام بجوانب التنمية والترفع عن المهاترات السياسية والتوجه نحو تحقيق قدر مرض من النجاح يحتسب للمؤسسة والوزارة من خلال مشاريع الطرق.
وطالب الوزير الحريزي خلال ترأس اجتماعا موسعا ضم قيادة المؤسسة العامة للطرق والجسور وفروعها في المحافظات المحررة، طالب قيادات الفروع العمل على إعداد خطة العام الجديد والذي سيخصص للصيانة الروتينية للحفاظ على شبكات الطرق وضمان ديموميتها، منوها إلى أن أول اجتماع لصندوق صيانة الطرق سيناقش تلك الخطط وآلية تنفيذها. وأشار الوزير الحريزي في حديثه إلى خطة الوزارة في عملية التدوير الوظيفي في مجلس إدارة الصندوق ومؤسسة الطرق، منوها إلى أن ذلك التغيير سيكون له أثر إيجابي على مستوى الأداء في القريب العاجل، مضيفا بأن الوزارة عازمة على تفعيل وأشراك كافة فروعها في كافة الأعمال وبما يضمن تفعيلها واستعادتها لدورها الريادي الذي لعبته وتلعب به في الأيام القادمة. كرمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو كرمت المشاركين في الورشة التدريبية الخاصة بالارتقاء بكفاءة المعلمين على مستوى استخدام التقنيات الحديثة، وشهد حفل التكريم عددا من الكلمات أكدت على أهمية مواكبة التطور العلمي من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وكان قد تلقى المتدربون من وزارة التربية والتعليم وجامعة عدن ومركز البحوث التربوي في الورشة على العديد من الأمور المتعلقة بتقنية المعلومات وكيفية التعامل مع البرامج الإلكترونية التي ترتبط بمجال عملهم التربوي. وفي ختام الحفل التكريمي تم توزيع الشهادات التقديرية على كافة المشاركين نظير جهودهم على الاستفادة من الورشة ونجاح مخرجاتها. نفذت مؤسسة عدن للفنون بالشراكة مع مجموعة مبادرات للخدمة الإنسانية المجتمعية بالعاصمة عدن حملة مناصرة ضد الابتزاز الإلكتروني للفتيات والنساء، وشارك في الحملة مجموعة من الناشطين المجتمعيين والحقوقيين رافعين لافتات حملت الشعارات تندد بالابتزاز بكافة أشكاله وتطالب الأسر بالوقوف إلى جانب الأبناء وكذا إصدار نص قانوني واضح وصريح للقضاء على هذه الظاهرة الغير إنسانية. وأوضح المشاركون أن الحملة تأتي لمناصرة قضايا النساء والفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز الإلكتروني، لافتين إلى مواقع التواصل الإلكتروني بأنها سلاح ذو حدين وأصبح وسيلة يستخدمها البعض لأعمال غير إنسانية. شهدت مدينة المكلا عرضا عسكريا واستعراضي للمهارات القتالية لوحدات الأجهزة الأمنية نظمته الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد بحضور رسمي من قيادات السلطة القضائية والمحلية والتشريعية والأمنية والعسكرية. المزيد في هذا التقرير. بعرض عسكري واستعراضي للمهارات القتالية للوحدات الأمنية دشنت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت عامها التدريبي الجديد 2023 لمواصلة مضيها في البقايا على جاهزية تامة ومعنويات عالية للحفاظ على أمن واستقرار حضرموت والحد من الجرائم بشتى أشكالها. ونحن نستقبل عامنا الجديد بروح معنوية عالية واستعداد تام ودائم لتنفيذ المهام الأمنية في حفظ أمن واستقرار أهلنا في حضرموت وصون حقوق مواطنيننا الذين يستحقون منا العمل والتضحية دون كلل أو ملل من أجل حمايتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط المخالفين للنظام والقانون. البناء والتطور والرقي لا يكون إلا بالأمن والاستقرار، فهو الركيزة الأساسية للتنمية والحصن المنيع في وجه كل محاولات التخريب وإرهاب المجتمع، وابن ساحل حضرموت مثالا لذلك. قد كانت مواقفكم أيها العيون الساهرة بمثابة الحصن المنيع الذي تحطمت على جدرانه كل مخططات الإرهاب والشر التي تتربص بهذه المحافظة وبكل البلاد، وقد دفع جراء ذلك رجال الأمن والدفاع الضريبة من أرواحهم
ودماءهم فتصدوا لكل محاولات الإرهاب. الشرطة في خدمة الشعب، لكن يجب على المجتمع ذاته أن يكون هو المساند الأول للأجهزة الأمنية، فتعاون المواطنين وسرعة الإبلاغ عن أي طارئ أو اشتباه هو ما يساعد في التصدي لارتكاب الجريمة أو الوصول إلى خيوطها في أسرع وقت ممكن والقبض على مخالفها. تبذل الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة للحفاظ على استتباب الأمن في ربوع مديريات ساحل حضرموت دون كلل أو ملل، همها الوحيد أن يعيش المواطن بسلام. لقناة المكلا، فيصل الجابري. تفقد مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد خلال زيارته لمديرية بروميفع سير العملية الدراسية في مجمعي بروم التعليمي للبنين والبنات. وخلال الزيارة أكد المدير بعباد حرص مكتب التربية على استمرارية الدراسة في عموم المديريات وفقا والتقويم المدرسي المعمم من قبل الوزارة، حاثا مكونات العملية التربوية والتعليمية على بذل الجهود في سبيل انتظام الحصة الدراسية والاستفادة منها ومما تبقى من أيام الفصل الدراسي في استكمال المقررات الدراسية. وأطاف المدير بعباد بعدد من الصفوف الدراسية، حاثا الطلاب والطالبات على المثابرة في التحصيل العلمي وبذل الجهد في سبيل تحقيق نتائج مشرفة. إلى ذلك تفقد المدير بعباد مشروع روضة الأطفال المكونة من 6 فصول مع ملحقاتها، والتي تعتبر أول روضة أطفال في مديرية بروميفع. عقد اجتماع بمدينة سيئون للجنة التعويضات بوادي وصحراء حضرموت الخاصة بأعمال شركة كلفال النفطية في مناطق الامتياز النفطي. وفي الاجتماع استعرضت اللجنة أبرز أعمالها التي رافقت تنفيذ الشركة للعمليات النفطية، إضافة إلى الرفع بالتعويضات العادلة للمواطنين وفق الأسس المعتمدة والمقررة من قبل اللجنة مع الإجراءات القانونية المتبعة وبما يتناسب مع المعطيات بحسب الكلفة والموقع الجغرافي. وشددت السلطة المحلية بوادي حضرموت على قيام الشركات بتعويض المواطنين وجبر ضررهم الناتج عن العمليات النفطية وفق الأسس المقررة والمعمول بها مع مراعاة الظروف الزمانية والمكانية عبر الأطر الرسمية واللجان المختصة، مؤكدة على ضرورة تفعيل لجان التشغيل الخاصة بعمل الشركات بإشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة كلا في مجال اختصاصه. ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مع المدير التنفيذي لشركة الغاز المنزلي بصافر سبل تأمين احتياجات مديريات الوادي والصحراء من مادة الغاز المنزلي، وأكد اللقاء على الرفع بالكميات المطلوبة التي تحتاجها مديريات الوادي والصحراء وأعداد تقرير بشكل دوري لمتابعة حركة سير مقطورات الغاز. وفي اللقاء أكدت السلطة المحلية بوادي حضرموت بأنها ستسخر كل الإمكانيات والصلاحيات المخولة للأجهزة التنفيذية والخدمية من أجل تأمين وصول احتياجات وادي حضرموت من الغاز المنزلي والرقابة عليها للتغلب على حالات الاختناقات التي تشهدها مناطق وادي حضرموت. ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمزورة وبيعها في الأماكن الغير مخصصة لها وصرفها من غير الصيدلانيين تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت تؤرق المواطنين وتؤثر سلبا على حياتهم، الأمر الذي يؤكد على ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها في حماية صحة وحياة المواطن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. لم يعد بيع الأدوية والمستلزمات الطبية محصوراً في الصيدليات فقط، فبإمكانك إيجادها بكل سهولة في أقرب كشك أو بقالة أو حتى في محلات التجميل التي تبيع مستحضرات على شكل خلطات قد تسبب مشاكل لمستخدميها، لا سيما إذا صرفت من غير المختص والعارف بتفاصيل نسب المواد الكيميائية الداخلة في تركيبها. تعد ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة في اليمن وخصوصا محافظة حضرموت ظاهرة متفشية ومضرة بالصحة المواطنين،
طبعا احنا لا نستطيع ان نطلق عليها أدوية، لكن نقول انها مواد كيميائية مجهولة المصدر، لانها تدخل بطرق غير شرعية غير رسمية غير مطابقة للمواصفات، فهي بطبيعة الحال يعني مواد كيميائية تتحول لمواد سامة قاتلة تضر المواطنين. ناهيك عن ان لا وجود لفعالية في هذه الأدوية، فهناك يكون موت بطيء بالنسبة للمريض دون أن يعلم ذلك. كما نوجه وننصح الأخوة المواطنين عند شرائك أي دواء تأكد من وجود اسم الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية ورقم التشغيلة للدواء، إذا وجدت هذه فهذا دواء أصلي. كما نناشد الجهات المعنية والجهات المختصة على رأسهم السلطة المحلية وبخصوصا الهيئة العليا لرقابة الأدوية بأن يرفعوا من وتيرة الرقابة على الأدوية ويشددوا على رقابة الأدوية في المنافذ سواء البحرية أو البرية. الجهات الصحية المختصة في حضرموت تدرك حجم مشكلة ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمقلدة وتأثيراتها وتتابعها عن كثب، وتستعد لتنفيذ حملة شاملة للحد من انتشارها. حقيقة ما تم الإشارة إليه من قبلكم حول موضوع الأدوية المقلدة والمهربة خطير جدا، ويمثل موضوع شائك وهو منتشر في عموم محافظات الجمهورية، ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع بعد الحرب. نحن كجهات مختصة لسنا بعيدين عن هذا الموضوع، متابعين عن قرب، قدمنا رؤيتنا للدكتور محمد صالح الجمحي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان والذي بدوره رفعها إلى السلطة المحلية. رؤيتنا تتلخص في خطة من 3 مراحل. المرحلة الأولى هو تشكيل لجان نزول حملات للتفتيش عن الأدوية المقلدة والمهربة والتي تباع في أماكن غير الصيدليات ومخازن الأدوية، وهذا طبعا بالاشتراك مع مكاتب مكتب الأشغال العامة ومكتب التجارة والصناعة. الخطة الثانية تتمثل في نزول فرق التفتيش الخاصة والتابعة لمكتب الصحة العامة والسكان للصيدليات لمصادرة الأدوية المقلدة والمهربة في عموم الصيدليات والمخازن وفق محددات وضوابط موجودة حاليا تعتمد على الأولويات لدينا. والخطة الثالثة طبعا سنقوم فيها بالاشتراك مع جهات الهيئة العليا للأدوية، وبإذن الله سيتم النزول قريبا والعمل لإنجاز هذه الخطط بإذن الله قريبا، وسيلمسها المواطن بإذن الله في أقرب فرصة معينة. مراقبون يرون بأن الحرب الحالية التي تشهدها البلاد فتحت الباب واسعا أمام السوق السوداء للأدوية وعمليات تهريبها التي تجرى في ظروف غير صحية وغير آمنة في التخزين والنقل ودون تأكد الأجهزة الرقابية من مواصفاتها وصلاحيتها، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المختصة في الدولة والمحافظات لوضع حد لها حفاظاً على صحة وحياة المواطن. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالعاصمة عدن. وزير الأشغال العامة والطرق عام 2023 سيكون عام الصيانة الروتينية لشبكات الطرق في المحافظات المحررة. والإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت تدشن العام التدريبي 2023 بعرض عسكري واستعراضي. نشرتنا الأخبارية انتهت، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.